السلام عليكم بنات كريم، كيف تكونوا بخير وعلى خير؟ الفيديو ديال اليوم كيف كتشوفوا دجاج محمر طريقة ديال العرس. درت اليوم بطريقة ديال العرس، طريقة مفصلة ومبسطة وزير بخر بعطيها الصحة، يعني واحد طريقة زوينة باش درتو ومبسطة، يعني ما فيش بزاف لي عشاق الدجاج بحالي ديال العرس يتبع الفيديو من اول حتى لاخر. نبداو على بركه الله. هنايا كنجيبو الدجاج طبيعي، يعني طبيعي كنجيبو كنغسلو الغسله الاولانيه، كنعاودو نديرو فيه الملح، كننضفوه ونغرقوه ملح مزيان، كننضفوه كيف كتشوفو، ومن بعد كنحطوه يعاود يتغسل تاني، يعني كنغسلوه تنحيدو نضفوه مزيان، تنعاودو نغسلوه، نعاودو نشوفو لقينا شي حاجه تنعاودو نغسلوه. كنجمعو هذوك القوانص والقنصات والرقيبات والعنيقات والكبدة على جانب، كنغسلهم تما مزيان، كنخلوهم على جانب. كنجيبو الحامض هنايا، كنعصرو الحامض، يعني كنعصرو الحامض، ما كنرميوش هذاك الجلده او القشره ديالو، ما كنرميوهاش. كنديروها هي اللي كنديروها هي كيف كتشوفوا محتفظين بها، كنديروها مع هذوك الرقابي والقلب والكبدات ديال الدجاج كيف كتشوفوا، كنحطوهم فيهم وكنزيدوا عليهم البصله مقطعه قطع صغيره ومشلله اللي بغيتوا. المهم هو انها تقطعوها وصافي بحال هكا. من بعد كتردوا على النار، كنديروا هذه الطريقه هذه غير باش نحيدو من هذاك الرقاب او عنيقات والقنص وداكشي، ديك الزفوريه كنحيدوها، لان هادو مازال غادي نقطعوهم ونديروهم مع الدجاج فاش كنكونوا تنطيبوهم. صافي كنشعلو عليهم او كنفتحو لهم النار، كنخليهم كيغليو مزيان حتى يتنقص منهم هذاك الماء، ومن بعد كنطفيو عليهم. المهم انا هاد هنايا درت المونتاج، لان لقيت من الصوت ما باينش مزيان، ما واضحش داكشي، جات انا المونتاج للصوت هادشي علاش. صافي انا كنطفو عليهم كيكونوا صافي كملوا، غنطفو عليهم هنايا. غادي ندوزو الدجاج اللي كنا غسلناه بالملح، وهذا نعاودو نطفوه مزيان، نحيدو منو هذاك الشيء كاملو، تيولي نضيف بحال كيف ما كتشوفو. المهم حنا الدجاجة بعدا ما مسكينة ما رحمناهاش من يدينا يعني صافي كنطفوهم مزيان بحال هكا. هي من بعد كندوزو المرحلة ديال اشنو غادي نديرو في الطريقة الثانية، اللي هي كنقعوهم في الخل تقريبا ازازة او قاع ديال الخل كاملها، وكنزيدو عليه النارنج، هاد النارنج او الزنبوع، حنا كنقول ليه الزنبوع، كنزيدو عليه هويا هذا، كنفركوه في وسط هذاك الماء. الا كان فيه يعني كان نارنج فيه الماء فكنعصروه. حنا جينا حيت مع الصيف لقيناه ناشف، داكشي علاش حنا فركناه بهذه الطريقه باش تنزل ديك الماده ديالو مزيانه. هاد النارنج كيخلي الدجاج الا باقي فيها شي هذوك اللعبات اللي تتزلقوا او هذا كيتحيد، كيكون فيها وكيجمعها بحال هكا وكيخلي فيها واحد لوكوزون، هذا هو النارنج اللي هو كنقولوا حنا الزنبوع. صافي كننقعوا الدجاجات كلهم، الا كنتو بغيتوهم بسرعه ديروهم نقعوهم 10 حتى ربع ساعه، كنتو بغيتو ما كنتوش زربانين بهم كديروهم نص ساعه. صافي من بعد كنعاودو تاني نشطفوهم ولا نغسلوهم من هذاك النارنج باش ما يبقاش هذوك الفتات ديال النارنج ولا هذيك البذور ديالهم ما يبقاوش ويمروا لنا الطبخ. كنشطفوهم مزيان 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 كيف ما كتشوفوا، وهنا كنزيدو تنضيفوا او كنرجعوا نديروا المرحله اللي هي ديال لا ماريناد او الخليط اللي غادي نرقدوا فيه او نقعوا فيه الدجاج اللي كيكون فيه هاد الليمون المعصفر او المصير، حنا كنقولوا المصير، وفيه الثوم وهذا والخضره اللي هي البقدونس والكزبره، وفيه البصله، يعني هذو هما اللي في هذا الماغينات، والبهارات
اللي هما كيكون فيهم الخرقوم او الكركم او الابزار او فلفل اسمر والزنجبيل والزعفران اللي هو شعرة او الحر والزعفران الملون. هادشي اللي كاين. الثوم هنا بالمرحلة هذه ديال الثوم كنكون طحناه مع الماء، عاود نزلنا عليه هذيك البصل وزدنا الماء ونعاودو نطحنو ثاني، وغنضيفو ليه هذاك الليمون المعصفر، وغادي نضيفو ليه الخضرة قطعناها قطع صغيرة، وحتى داك الليمون المعصفر تنكون قطعناه قطع صغيرة، وكنزيدو عليه الماء وكنطحنو كلشي مزيان، وكنضيفو الخليط ديال اللي فيه البهارات كيف قلت لكم. هاد البهارات ما عرفتش واش نسيت كلشي، نسيت ايه فيه هذاك الزعفران شعره ما عرفتش واش نسيتها ولا ما نسيتها، واش قلتها ولا ما قلتهاش. صافي هادشي اللي كاين. كنخلطو مزيان، كنجيبو هذاك اللي كنخلطو هادشي مزيان، هذا كندير داك الزعفران اللي هو ملون كنضيفو حتى هو باش يعطي هذاك اللون الاصفر للدجاج. هنايا كتبت هاد الزعفران شعره ما عرفتش واش قلتو ولا ما قلتوش. صافي كنقعو فيه هذاك الدجاج مزيان، اللي كنساليوه نخلطو مزيان، نقعو فيه الدجاج، وما كنساوش باش نديرو خرم او ثقب في هذاك الصدر لانه هو تيكون هاد البلاصه ناشفه، كندخلو فيها هذاك لا ماغينات باش حتى هو يتشرب مزيان هذاك الخليط، وكان مزيان كنقعو فيه هذيك الدجاج وكنحطوه في طبق واحد اخر او بانيو او كل واحد شنو كيقول لي شنو كيسميه يتسقطر واحد شويه. وهنا نكملو جميع الدجاجات بنفس الطريقه، وكنخليو هاد الدجاج منقوع. حنا خليناه منقوع ليله كامله. اللي بغيتو نتوما طيبوه في العشيه ممكن ديروه بحالنا درنا بالليل، بغيتو طيبوه في الليل ديروه من الصباح تنقعوه وطيبوه في الليل. صافي هادشي اللي كاين. دخلناه الثلاجه حتى الغد العاده باش درنا. من بعد كندوزو حنايا هاد فاش كنسالو هاد المرحله ديال النقع، كندوزو لهذوك هذيك الكانسات والرقاب والقلب، كنقطعهم قطاعات صغيرين لانهم هذوك هما اللي غيطيبوا او غادي نطيبوهم مع هذاك الخليط اللي كيبقى من الدجاج كنطيبو. قطعت على قبل الاذان سمحوا لي، المهم نكمل. كنقطعوا هاد الرقاب اللي قلت لكم هما اللي كنطيبوهم مع الدجاج في التغميره ديال الدجاج مع هذاك الخليط. صافي كنجيو للنهار الثاني كنخرجوا هاد الدجاج من الثلاجه وكنديروا بهذه الطريقه هذه، كنشدوا بطريقه ديال الخيط هكايا، كنتحكموا فيه مزيان، كنستحكموا فيه مزيان فاش كنبغيو نقلبوا، فاش نقلبوا في الحله ديال الطهي ما يتكسرش منا ما يتهزش منا. صافي كنديروا هاد نربطوه مزيان بهاد الخيط بهذه الطريقه، ونكملوا باقي الدجاج كله بهذه الطريقه. من بعد كندوزو لهذيك الحله اللي فيها الخليط، كنديروا فيها اللي بغينا نطيبوا فيها، كنزيدوا فيها الماء الكافي على حسب كميه الدجاج، وهذاك الخليط اللي بقى كنزيدوه حتى هويا، وكنزيدوا هذوك الرقيبات اللي قطعنا، وكنزيدوا السمن حيت ما درناش من الاول، كنزيدوا السمن وكنزيدوا زيت المائده، والملح ما كنديروش لان اصلا كلشي كان فيه الملح. كنطيبوا مزيان، وكان هنا كنكونوا خرجنا الدجاج من الطاب، كنخليوه يبرد يتسقطر مزيان، وكنخليو النار شاعله على هاد التغميره هذه باش تقول لي خاطره ما بغيناش تكون مرق. صافي من بعد ملي كيبرد الدجاج كندوزو هاد المرحله ديال القلي، كنقليوه. وهذا هو اخر الفيديو يعني اخر طبق بحال هكايا. نتمنى هاد الطبق يكون عجبكم، ونتمنى انني وضحت لكم مزيان او وصلت لكم الطريقه البسيطه ديال الطهي بطريقه الطباخه الصراحه لله يعطيها الصحه لانها طريقتها زوينه، والمذاق ما نقول لكمش كيفاش داير، هائل وغزال لذيذ لذيذ لذيذ. رافقناه بهاد اللحم بالبرقوق، ان شاء الله غنشارككم الطريقه ديالو، غير ما كانش الوقت باش انني نصور معها. صافي هادشي اللي كاين، كنتمنى لكم هاد الفيديو يعجبكم، شكرا للدعم ديالكم تشجيعاتكم ليا، والى فيديو واحد اخر كنقول لكم بالسلام عليكم.